حياكم الله مشاهدينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم. بصندوق الأحداث، صندوق الأحداث له أربعة أوجه: الأحداث وسوريا قبل 15/3، ثم سوريا سنتان من الحرب، ثم المشهد الآن. نفتح الصندوق ونضع فيه مجموعة من الأشياء المهمة التي جرت كعناصر أساسية في هذه الأزمة. نبدأ من سوء الأداء الحكومي، أمراض اجتماعية، الفساد، مطالب رقة، حصار اقتصادي، المؤامرة الخارجية، الممانعة والمقاومة، التشبيح، اللاجئين والنازحين، الفقر. وهذه ورقة بيضاء. جئت بمقص وجئت بموبايل وكاميرا وجئت ب$100 وجئت بحفنة مصاري سورية، وعندي شيء آخر، مجموعة من الرصاص. في شيء آخر؟ طيب، كل هذا خلطته مع بعض وجئت بشيء اللي هو شغل الموسم، قنبلة. هذا الخليط نجمعه مع بعض راح يطلع منه شيء، لكن هذا الشيء في شيء مفقود في الداخل في هذه المعمعة. راح أجيب مواطن ومواطنة المواطن والمواطنة السورية أو المواطن بشكل عام تحت أي مسمى، لو نجمعهم مع بعض راح يطلع شيء هون. قريتوا شباب؟ طيب، هذا المواطن أو هذا الشاب السوري حتى هذه اللحظة، بالرغم من أنه هو كان وقود لكل مما يجري بأي عملية حرب أو أزمة أو عملية سلام، إلا أنه صوته مغيب. ما الرأي الذي يجب أن يدلي به هذا الشاب؟ ما هي الأذان التي يجب أن تسمع له؟ وأين يمكن أن يكون موقعه في ظل هذه الأحداث وهذه الوجوه الأربعة لكل ما يجري في سوريا؟ بعد ما نشاهد مشاهدينا ما تم طرحه في الحلقة الماضية، سأعود مع حضراتكم ليدلي هذان برأييهما في هذه الحلقة من أجندة حوار. أهلا بكم. لن يتناقش السوريون حول أي موضوع في جنيف، ومن الخطأ أن يتناقشوا حول أي موضوع. طيب ليش رايحين أصبح؟ أملك شوي. في تقديري خطأ أنه يتناقشوا. لماذا؟ لأنه أنا في تقديري أنه هذا الجنيف بين قوسين ليس من أجل السوريين، ظاهره من أجل السوريين، وإنما كينونته الأساسية من أجل حالة الاشتباك الحاصلة على مستوى المفصل السوري وبعض الأطراف الأخرى. هنالك أطراف أخرى أيوة تملك مفاتيح مهمة للحل، لكن هذه الأطراف الأخرى نحن بحاجتها كسوريين. أيوة نحن بحاجة أمريكا رغم عدائنا معها، نحن بحاجة روسيا، نحن بحاجة فرنسا، نحن بحاجة كل طرف فاعل يستطيع أن يوقف نزيف الدم السوري. لكن ماذا يعني تذهبون إلى مكان وهو هام؟ قبل أن نذهب إليه دعونا نذهب إلى مكان هو بيتنا، دعونا نمارس عملية حوار مع هيئة التنسيق وضغط هيئة التنسيق. تعالي هيئة التنسيق ونداء لك كي نطلع النظام لنجبره على مؤتمر حوار وطني شامل. طيب، هكذا أقول لنجبره. أيوة، لننبهه أن هناك معركة سياسية. دعونا نحل
أسس هذه المعركة السياسية باتفاق أولي داخل سوريا. أهلا بكم مشاهدينا وسوريا. ارجع الحب إلى سوريا إن شاء الله. أنا سأعود إلى حضراتكم، بس اسمحوا لي أخذ تقرير أعده زميلنا أدونيس عصام شدود، وبعد شوي راح ارجع ايضا عند الاستاذ ادهم اذا كان في عنده رسمه او شغله بده يعلق عليها. اذا نتابع التقرير ونعود مع الساده المشاهدين والضيوف الاكارم. وقود الازمه وماؤها الشباب الذين كان لهم دورهم في اطلاق شراره الاحداث التي تشهدها سوريا، وتعقد الآمال عليهم اليوم من أجل إطفاء لهيب هذه الأزمة قبل أن يمتد أكثر فأكثر. كثرت التصريحات وتعددت الآراء وتباينت وجهات النظر حول السبل المطروحة لإيجاد حل ممكن للأزمة في سوريا، ولكن يرى الكثيرون بأن هناك تهميشا لدور أبناء الجيل الشاب الذي يشكل تعداده ما يقارب ثلثي المجتمع السوري. وكما يرى البعض فإن الموالاة والمعارضة على حد سواء، الطرفان مسؤولان عن تهميش أفكار الشباب وآرائهم وسبلهم التي يمكن من خلالها وعبر تراكمها ونسجها أن تصل الأطراف المتناحرة في سوريا إلى حل يوقف ما تعيشه البلاد من أحداث. ففي الوقت الذي تتنافس فيه كل الأطراف من خلال خطاباتها فقط وترتيب العبارات المنمقة عن دور الشباب وأهمية هذا الجيل وعن الاعتماد على المؤهلات والكفاءات والعقول الشابة، تتفرد بعض الشخصيات في السلطة ذات العقلية الجامدة بالقرار، وتسارع شخصيات في المعارضة أكل الدهر على شيخوختها وشرب في الحديث باسم جيل لديه من الطاقات والرؤى ما يمكن أن يغير واقع بلد ثكلى تسعى للنجاة. ويبقى السؤال، كيف يرى الجيل الشاب مستقبل الأزمة؟ وما هي رؤية الشباب السوري للحل؟ وما أجندة الحوار المطلوبة التي تمثله في أي مؤتمر قادم، سواء كان محليا أم دوليا؟ لبرنامج أجندة حوار، أدونيس عصام شدود. هاي الأشياء إحنا مثلها وغيرها راح نحددها بورقة بيضاء راح أعطيها لحضراتكم. أوي هاد نحن بعد شوي راح نرجع بعد ما نشوف استطلاع للرأي لشريحة من الشارع السوري أيضا. هذه الورقة راح تقسمها قسمين، أنت كمواطن كشاب مجرد عن أي انتماء حزبي أو طائفي راح تكتب شو رؤيتك للحل؟ كيف نفكر خارج الصندوق؟ كيف حتى نوصل مثل هدول الاثنين الحلوين اللي شفناهم؟ ثم أنت كمنتمي لعمل سياسي ما، ما هو العمل السياسي الذي تفضله أن تشتغل منه سياسيا كشاب؟ وما الذي يمثلك ممكن سياسيا؟ ثم ما هي رؤيتك للحل ضمن أجندة هذا العمل السياسي؟ أرجع أعيد ولا مفهوم القصة؟ يعني أنت كشاب مجرد عن أي انتماء لا حزبي ولا طائفي ولا يعني مواطن سوري فقط، كيف تنظر الحل؟ ثم راح تحط لي الحل وفق ما انت الان منتمي له، يعني ما شاء الله كلكم الان تقريبا معظمكم منتمين لتيارات سياسيه تشتغل على الارض، فانت ضمن هذا الاطار من الذي يمثلك سياسيا؟ ما هي اجندتك ورؤيتك؟ تفضلوا كل واحد ورقه. هلا احنا راح نروح نتابع ايضا استطلاع عدلو ادونيس في الشارع السوري، واتوقع راح يجيب لنا شريحه من الشباب. تفضل استاذ ادهم انت كمان تشارك معنا، احنا كنا بدنا نشوف كمان رسمتك الاخرى. تفضل اذا نروح على الاستطلاع ونعود. انت كشاب بسوريه كيف شايفه حل الازمه بالبلد؟ هلا حل الازمه ما نوع عسكري لحال وما نوع سياسي لحال، هلا بشكل قطعي انه الدوله لازم تدافع عن المواطنين، وهذا الشيء الدستور هو يلي بيقره، نحن الدستور يلي صوتنا عليه والدستور يلي هلا ماشي بالبلد، انه الدوله لازم تدافع عن المواطنين، هيدا الشيء اجباري لازم يكون بالحل العسكري، بيترافق الحل العسكري طبعا مع العمليه السياسيه اللي عم تمشي بالبلد. بالحوار برايي يقعدوا يحكوا يتفاهموا مع بعض، احسن شيء هذا، انه العنف ما حيوصل لنتيجه. توزع الجيش العربي السوري في كل مناطق الجمهورية العربية السورية والضرب بيد من حديد بكل معنى الكلمة عن طريق المصالحة، يعني المصالحة بين كل الأطراف.
بعد ما توضحت كل الأمور فصار كل واحد لازم بمكانه هو يلعب الدور اللي هو بيقدر عليه كطالب جامعة أو كجيش أو كأي شيء يعني. والله أنا ما بشوف أخبار يعني. ما بشوف أخبار صار لي عندنا فحص ما بشوف أخبار. والله حل الأزمة بيكون بالقضاء على المسلحين الموجودين طبعا بفضل الجيش. العالم اللي عم تنظر برا كمان هي تسكت وتخلينا نحل مشاكلنا لحالنا. هلا أنا كشاب سوري أول شيء لازم الإرهاب ينمحى يعني لازم الجيش يضرب بإيد من حديد لأنه هلا ما في حل سياسي بدون حل عسكري. أول شيء بنحى الإرهابيين عن وش الدنيا يعني بعدين بنحكي سياسي. أنا هيك رأيي. والله ما حل. شو بعرفني. شايف حل الأزمة؟ يعني بالحوار ما في غير الحوار. ما عاد صفي يعني ما عاد صفي منفذ غير الحوار لحل الأزمة لأنه صفت الشغلة أكبر من فئة أو طرف أو أي